أكد متحدث وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا أن ارتفاع الحالات في المدينة المنورة جاء بسبب المناسبات الاجتماعية. ولاحظ الزملاء المختصين فيها بارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد أفراد من المجتمع بالسلوكيات الصحية السليمة أو بالبروتوكولات السليمة للتنقل فيما بين المواقع أو في حتى داخل أجواء الأسرة، وهذا أمر نؤكد على أهمية التقيد به في كافة الأوقات. طبعا الجهات المعنية بكافة أفرعها وكافة قطاعاتها تقوم بجهود كبيرة للمساهمة في الحد من أي انتشار ولفرض الإجراءات اللازمة لتعزيز التطبيقات والسلوكيات الصحيحة من كافة أفراد المجتمع أو من المواقع أو من القطاعات المختلفة، وللتأكد من أن الأماكن تكون فعلا مناسبة لمرتديها وآمنة لهم. نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة في المملكة، وبيّن ذلك المتحدث الرسمي للوزارة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا. لجنة سكن العمالة للتذكير هي لجنة أنشئت بأمر سامي وتهدف إلى تصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس في مساكن العمالة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. قامت هذه اللجنة خلال الأشهر الماضية على العمل على عدة من الإجراءات السريعة لمكافحة انتشار الفيروس في مساكن العمالة، ومن أبرز هذه الأعمال هي كالتالي: أولاً، أشرفت اللجنة على أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية. هذه الزيارات غطت قرابة 1,600,000 عامل. تنفذ هذه الزيارات من خلال لجان أو فرق تنفيذية تتبع لأمارات المناطق، ويوجد في المملكة أكثر من 160 فرقة تنفيذية في مختلف مناطق المملكة تتبع لأمارات المناطق.